مشترياتي من عند شي ان. Ready? Looks amazing. This is perfect. انه ما كتير حلوة. It's very soft. Disappointed. Quality مش كتير منيحة. I like them. هاي جايز واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. مثل ما قلتوا بالتايتل اليوم رح فرجيكم مشترياتي من عند شي ان لفصل الخريف. وبدي اقول ثانك يو لشي ان فور سبونسرينج ذيس فيديو ودايما بدي اياكم تستفيدوا سو طلبت منهم يعطوني ديسكاونت كود اللي هو BIZJOA تيطلع لكم 15% اوف على كل شيء. قبل ما بلش بس بدي اقول لكم انه اذا عجبكم حيلا شيء فيكم تكبسوا على اللينك بالدسكربشن رح زيد لكم كل الايتيمز بالدسكربشن. هيدي هي البوكس كثير ثقيله وهلا صار فينا نبلش. ريدي؟ اول شيء جبته هو هيدا السيت. ما بعرف ليه على الكاميرا عم بيعطي شوي عبني بس هو اسود بفتكر على الضوء هيك عم بيبين. هو محطوط انه اوتفيت عادي بس انا عم فكر البسه لونج وير بالبيت هيك. حبيته كثير. It fits perfectly. انا اخذت سايز XS مثل العاده. البانتس تبعه الاستيك سو ما بيضايق وقماشته سميكه ما بعرف اذا مبين عليكم بس انه it's good material. بركي كمان فينا البسه اظهر فيه اذا فتحت القميص ولبست تحتها شيء ابيض او whatever ما بعرف بس انه هي مسكره انه ما حسيتها ستيل انه اظهر فيها. جبت ست تاني كمان سو رح فرجيكم اياه هلا. في هيدا القميص ما بعرف اذا مبين مع هيدا الشورت. هيدا كمان بينلبس بالبيت او بينظهر فيه. انا بحس انه بلبسه للاثنين. كتير بحب الماتشنج سيتس لانه they're so easy to wear بس ما يكون عقبالكم هيك كتير تفكروا تلبسوا ماتشنج سيت وبتمشوا وانه خلص يلا على السريع. قلت لكم لفصل الخريف ما بعرف قديش هيدا الشورت انه خريف يعني بس انه حبيته فقلت خليني اجيبه وحبيت انه في هيدا الديتيل من فوق انه ابيض هيك. I think it's cute. I like it. Next. اوكي. Next جبت كوت صراحة كتير حبيته كتير حبيت لونه وكتير حبيت طوله وكتير حبيت how it fits وبحب بس يكون فيه هيدا ما بعرف شو اسمه انه مثل like a belt to cinch the waist لانه المنطوف فيه يبينكم هيك جسمكم مبهبط but this with the cinching looks amazing. وسنس بلشت بالكوت رح فرجيكم كمان شي تاني. وجبت كمان هيدا الكوت. هيدا بيجي اقصر وما فيه belt بس بحس هيدا بلبسه مفتوح مش مسكر. كتير حبيت لونه بيلبق مع بامبي. كمان هيدا كتير بيدفي و it's good material. بالتراي اون بيبين اكتر كيف هو علي. next جبت هيدا البليزر. في صورة على بنترست كتير حبتها كان في بنت لابسة هيك بليزر فكان عبالي انه جيب بليزر بهيدا البرنت. كمان هيدا عندي an outfit in mind. by the way لكل التراي اون اللي عم تشوفوه I'm not proud of the styling بس لانه ما كان عندي كتير وقت سو هيك اوكي ما بلبسهم هيك بس انه اتس اوكي بس كان بدي فرجيكم كيف البيسز رح يبينوا. سو هذا البليزر كمان كتير منيح وخصوصي للخريف انه بالخريف في ايام بيكون فيكم مثلا تلبسوا نص كم let's say بس انه بتاخذوا معكم بليزر in case عطوا. This is perfect. انه بيدفي بس مش انه كتير بيدفي انه مش انه لكتير ثقب. since عم نحكي عن جاكيتس وبليزرز في بعد هيدا الجاكيت. عندي a black leather jacket بس ما عندي a brown one فكتير حبيت هيدا هيك كتير بايكر ستايل. كمان ما بلبسها مثل ما لبستها بالتراي-اون. وحبيت انه it's a bit cropped انه منها طويلة. usually بجيب كل شيء oversized وهيك huge بس هيدا ما جبتها oversized مع انه جبتها I think S مش XS. نشوف yes I got it in S مش XS لانه ما كان فيه. بحس حتى like with a mini skirt و boots this would be cool. my sleek bun it's cool. next في هيدا الشورت. it's grey وهيدا الماتيريال like a coat زيت الماتيريال من الكوت. كتير حبيت الفيت تبعها بس شوي طويل اكتر من انا بدي انه يكون طويل الشورت بس مش هالقد طويل لانه بيقصرني هيدا الشيء. وكمان عنده هيدا البلت. هلا انا حبيته اكتر بلا البلت انا بحس بصير بنوع اوقات مع بلت واوقات بلا بلت ومع ني هاي بوتس. you get the vibe. next في هيدي التنورة. اول ما شفتها على الويب سايت كتير حبيتها بس وصلت ما كتير عجبتني انه ما كتير حلوة كواليتي مش كتير منيحة مع انه هيدا اللون البرغندي كتير حبته هلا وهيدا التنورة كنت كتير محمسة انه توصل. ما بعرف انه it's fine بس it doesn't look very luxurious. it's not giving. so بركي هيدي التنورة ما اتركها عندي. اوكي هلا رح ننتقل على التوبس لان في كتير توبس. اول توب هي قميص مش توب هي هيدي السوداء اللي هيك بتبربق شوي. رح تشوفوا بالتراي اون كيف انا لبستها. حبيت كيف لبستها يعني
القميص كيف بلبسها، بركي بلبسها مع غير قصص، بس انه حبيت انه افتحها ويكون بس بالنص مسكره وبعدين ترجع تفتح. سو اي لايك ات. وحبيت كمامه كمان لانه من تحت بحب بس يكون يعني هيدي البارت ما بعرف شو بسموها طويله، يوجولي بتجي هيك القميص بحب بس تكون اعرض. ماتيريال منيحه، خرج خريف لانه بتدفي بس مش انه كتير بتدفي، و اتس دبل لايرد سو انه ما بتليلي ات اول. هيدي ام جلاد اي جوت ات، اي ثينك اتس ا جود بيس تو هاف. كمان يو كان دريس ات اب. وات دو يو ثينك؟ نيكست هيدي التوب منا ابدا خريف بس انه whatever، بس لبستها ما عملت انه كثير حلوه، حبيتها على اللبس لان حبيت الكات تبعها. حسيت انه اي نيد هيك توبس ينلبسوا هيك كل يوم لانه بحس انه دائما بعيد نفس التوبات اللي بحبها. سو جبت هيدي. اول ما لبستها قلت لها جوي انه فيها تكون هالتوب بسيمز اذا لاعبين سيمز يو نو، بس هيك بحس انه هيدي الكات هي الكات تبع سيمز. نيكست في هيدي التوب اللي بتجي هيك بتحطوها هيك ما بتعلق كمان، ما بعرف شو اسمه هيدي الكات. وكمان عندها هون ليتل اوبننج. كمان هيدي بيسك توب ذات يو كان وير افري داي. احب القلب لان بعدني لابسته وشلحته. اتس فيري كاجوال، الماتيريال تبعها شوي ريبت وهيك انه ما في شيء اقوله عنها، اتس جست بيسك بتنلبس مع ليترلي شو ما كان. نيكست بفتكر ماي تو فيفورت توبس اللي هن نفس الشيء بس بلونين. اول وحده هي ذيس توب، ات فيتس بيرفكتلي، مانا توب هي بودي سوت يعني، بس انه كثير حبيت هاو اتس هيك هيدي التكستشر تبعها، كثير حلوه على اللبس و اي ثينك انه رح تكون ون اوف ماي موست وورن توبس. وكمان جبتها بهيدا اللون سو صار عندي تو اوف ذيم. ام جلاد انه قررت جيب اثنين من هيد توب مش اثنين من غير توب لانه هي اكثر شيء حبيته، وكمان بتدفي مش كثير بتدفي سو خريف خريف vibes. واخر توب قبل ما افرجيكم الاكسسوارز هي هيدي التوب، اتس ا بيسك كم طويل. بالتراي اون لبستها بلا شيء بس اي ثينك ذس از جريت فور ليرينج، مثلا قميص بيضة فوقها بليزر وات ايفر. الماتيريال تبعها هيك كثير باتري، اتس فيري سوفت، تنعز بالشتا. هلا رح افرجيكم الاكسسوارز انا بعد ما شفتهم. سو اول وحده هي ا باج، اتس ا براون باج. I actually like it. دايما عندي مشكلة مع شيئين انه I don't know كيف رح يطلعوا الباجز، بس this one is good على قد مثل ما كان بالصورة. Do I have a brown bag؟ ما افتكر. سو هلا صار عندي a brown bag وعنده كمان a strap. انا بحب امسك باج هيك، ما كتير a strap girl، بس انه in case you like it فيكم. Next جبت a belt. هيدي هي البلت، اتس فيري بيسك بس انه I think it's cute. It can like elevate an outfit. عشان ما افتكر تكبر. اوكي هلا اكتشفت انه ما فينا نكبرها ونصغرها، وهي بركي تكون كبيره علي لانه انا لك ام صوت اكيد كبيره علي، بركي بتزبط فوق لايك like ا كوت، بس ما بعرف نو واي المفروض تكون انه بتصغر وبتتكبر. ديسابوينتد، هي حلوه بس انه كبيره علي بروبلي وما بعرف اذا بتصغر وبتتكبر. واخر شيء هن عوينات شمس لانه ما في يقطع هول بلا عوينات شمس لانه كثير بحب عوينات الشمس. اذا عاملين لي فولو على انستغرام اكيد بتعرفوا هالشيء لانه ما في صوره مش لابسه عوينات شمس. ما بتذكر انا جايبين هول بس anyway. Oh they're nice. I like them. يوجولي بجيبهم جالسين سو هول عندهم هيك شوي like an edge. مهضومين حبيتهم. يعني صار عندي 100 عوينات شمس سود بس انه never enough. هولي هن. سو هيدا كان كل شيء لهيدا الهول. برجع بذكركم انه كل اللينكس رح يكونوا بالدسكربشن، وكمان فيكم تستعملوا كود BIZ جوا ليطلع لكم 15% off على كل شيء. بعرف انه حبيتوا الشيء ان هوم، سو قولوا لي اذا بتفضلوا هوم او تيب تعرف شو بدكم next. وبدي ارجع اقول thank you so much لشيئين for sponsoring this video. واذا حبيت الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وبشوفكم الاسبوع الجاي. باي.